Baldwin, don't be a little homesick. طبعا دبي مثل ما عودتنا دائما جاذبة لكل السياح، وبالتحديد في رأس السنة، لأنها تعتبر واحدة من أهم الدول أو أهم المناطق أو المدن العالمية جذبا للسياح بهذا الموسم. اليوم نحن عنا بأتلانتس، منتجع أتلانتس النخلي، احتفالية كبيرة عم نحاول نحطم الرقم القياسي لأكبر علبة كافيار سيتم تحضيرها وجمعها في أتلانتس للإعلان عنها غدا بإذن الله. حيكون عنا ألعاب نارية لمدة 10 دقائق،